رجال القسام قطعوا رؤوس عشرات الأطفال يوم 7 أكتوبر، ارتكبوا مذابح بحق المدنيين، حرقوا طفلا رضيعا في أحد الأفران وهو حي. كلها مجموعة من الكذبات والادعاءات الملفقة التي تمت منهجتها وتلقينها لألسنة الشهود مقابل المال من قبل حكومة نتنياهو، تم التحقيق فيها وضحضها كافة من قبل وسائل إعلام عبرية. وهذا هو الصادم في الأمر، أي أن كشف الحقائق كان من داخل عمق المجتمع الإسرائيلي. لكن بعد ماذا؟ بعد أن تم ترويج هذه الكذبات أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وتم تداولها كالنار في الهشيم عبر أكبر وسائل الإعلام الغربية الأمريكية والبريطانية والأوروبية بشكل عام. كشفت صحيفة هآرتس العبرية عدة تحقيقات حول ما أطلقت عليه إسرائيل مذابح 7 أكتوبر، أرفقتها بالدلائل التي تبطل شهادات ادعت أنها موجودة بالمكان وفندت التفاصيل بدقة متناهية. ولا تظن لوهلة أن هذا الأمر يعود لالتزامها الصدق والحياد، أبدا على الإطلاق، لكنها تنتمي للفئة اليسارية المعارضة لحكومة نتنياهو. على سبيل المثال، الرواية الشهيرة التي تقول بأن المقاومة الفلسطينية قطعت رؤوس عشرات الأطفال الرضع، والتي روجتها قناة I24 نيوز، وذكرت أن تقاريرها استندت إلى شهادات ضباط في الجيش الإسرائيلي وبعض عناصر منظمة زاكا الإغاثية، الذي تبين فيما بعد أنهم مرتشون من قبل أعضاء في الحكومة وعلى رأسهم زوجة بنيامين نتنياهو المدعوة سارة، أدوا بشهادات مصاغة وفق أهدافهم الدعائية. كما تؤكد الصحيفة أنها روايات لم تستند إلى أي حقائق ولا دلائل موثقة بالمطلق، إضافة لتباين الروايات وتغيرها عبر مواقع التواصل، مما يؤكد سقوطها وفشلها الذريع. وأشارت هآرتس أيضا للقصص الأخرى المختلقة، كتلك التي تحدثت عن عثور أحد الضباط في أحد البيوت على 8 جثث محترقة تعود للرضع، وهي رواية نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية أيضا، وتبين فيما بعد أنها غير صحيحة. وفيما يخص الروايات التي نقلت على أعضاء منظمة زاكا حول عدد الأطفال المقتولين والمحروقين والمكبلين، فقد أكدت الصحيفة أن هذه الشهادات لا تتوافق مع أعداد القتلى الرسمية. وحين بدأت الأكاذيب تتكشف، تخيلوا كيف ردت منظمة زاكا. قالت إن متطوعيها ليسوا خبراء، وليس لديهم الأدوات الكافية لتشخيص القتلى وتقدير أعمارهم أو معرفة الطريقة التي قتلوا بها، وإنهم ربما قدموا تفسيرات خاطئة لما شاهدوه. كما نوهت الصحيفة للكذبة التي وردت على لسان رئيس منظمة إيهود هيتسلا للإسعاف، حيث روج بأن المقاومين الفلسطينيين أدخلوا رضيعا في فرن وأحرقوه حتى الموت، وتم تغيير فيما بعد إلى مجموعة من الأطفال أثناء ترويجها عبر عدد من كبرى وسائل الإعلام الغربية. وتحدث بها بايدن خلال خطاباته، وهي رواية لم تثبت صحتها، حتى أن عددا من هذه المحطات اعتذرت عن ترويجها لخبر ثبت كذبه فيما بعد. لكن بالمقابل هناك روايات لشهود عيان مثل ياسمين بورات التي تم حظرها، واعترفت أن معظم القتل حدث بفعل الجيش وطائراته، وهذا ما أظهرته تحقيقات الجيش الذي اعترف بأن الطيارين أخذوا قرار التصفية لكل ما هو متحرك سواء كان من المقاومين أو من السكان، حيث تم منع أي جهة مستقلة من القيام بأي نوع من التحقيقات فيما وراء تلك التفاصيل.